مساء الخير متابعيني، كيفكم؟ شلون طيبين؟ طبعا والله ابوي تغدينا وانه يقول جهزوا بسرعه في جمعه عند عمتكم. وطبعا على طول امي قامت وقالت عبد الرحمن حسام اسرع حاله عندكم سووه ذا الحينه. وطبعا دخلنا عبد الرحمن المطبخ ندور حلويات سهله. طبعا عبد الرحمن فكر يساوي قطايف وانا قررت اساوي تشيز. طبعا مثل ما تشوفون متابعيني انا بديت اكسر بسكوت شاهي، عبد الرحمن بدا يطلع التوست ويفردها. وهنا طبعا متابعيني طحنت البسكوت عشان يكون الطبقه الاولى، وعبد الرحمن بدا يقطع الجبن حشوه، اسف متابعيني، القطايف. وهنا متابعيني ذوبت الزبده وحطيتها على البسكوت المطحون، وبعدها بعد ما حركتها خذيت صينية وحطيت فيها الزيت وحطيت فوقها ورق الزبدة. وبعدها متابعيني طبعا شوف عبد الرحمن قد اشتغل ويعني كمل، وجبت ورق الزبدة وبعدها جبت هذه. طبعا جبت هذه الطاوة متابعيني، اقسم بالله انها حلوة 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 لدرجة يعني اذا ما عندكم كمية واجد عادي تقدرون تصغرونها. أنا مثل ما تشوفون حطيتها على الكمية المناسبة، بعدها خليتها وهمستها همستها همستها. مقصدي أنت بيني أخذ الملعقة وبديت أهمسها. وهنا دخلت فتحت الثلاجة وخذيت زبادي وخذيت برضه بيض وحليب وجبنة، وبعدها خلطتها. بعد ما خلطتها حطيت الخليط على بسكوت الشاهي والزبدة اللي هي الطبقة الأولى، ثم بعدها حطيته على النار. وهنا رحت لأمي وعادل شفت إيش وصلوا له، إلا وأمي تروش عادل وفجأة بدون مقدمات يا حسام بسرعة أبوك بيعصب علينا. المهم أروح أساعد عبد الرحمن لأني ما كان عندي شيء، كنت خلص أنا حقتي. وأبوي فعلا قصد صدق والله العظيم إذا ما خلصنا يعصب علينا. وهنا عبد الرحمن خلص قطايفه مع دلالقلي. طبعا امي سوت القهوه وسوت الزنجبيل ورتبنا حالنا، بس تذكرنا يا متابعيني نحن ما كملنا ملابس عادل، فرحت على طول اكمل ملابسه، لبست ثوب وفجاه اسمع بواري بيب بيب، لو يعني عرفت ان ابويا واصل عنده. فيعني وبسرعه يا متابعيني خذينا حالنا وقهوتنا ودزلنا الدرج ورحنا عند بيت عمتي. ولا تنسون اللايك والاكسبلور.